مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها هذا المساء للحديث عن أهداف التدخل العربي في اليمن ومآلاته بمناسبة مرور عام على انطلاق عاصفة الحزم. يصادف يوم غد الذكرى الأولى لانطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن، وفي هذه المناسبة لا يزال يدور الحديث عن أهداف ذلك التدخل ومآلاته أيضا. وبين من يعتبر ذلك التدخل عدوانا على اليمن ومن يعتبره إنقاذا لها، تبقى الكثير من التفاصيل بحاجة إلى تسليط الضوء لتتضح الرؤية وتتاح الفرصة لفهم مبررات ذلك التدخل ودلالاته أيضا. سقوط اليمن بيد الميليشيا أواخر العام 2014 كان يعني أن إيران قد أحكمت الطوق على خصمها الأول في المنطقة، وهي المملكة العربية السعودية، وصارت الحرب أقرب إلى ما يعرف بخزان العالم النفطي. من هنا يمكن فهم مبررات هذا التدخل، والتي كانت أهدافه تتلخص ظاهريا في استعادة الدولة اليمنية وعودة الشرعية، ولكنها كانت تحمل الكثير من الأهداف أيضا، والتي يمكن إدراجها ضمن إيقاف تمدد إيران في الباحة الخلفية لدول الخليج. في هذه الحلقة سوف نناقش حصيلة عام من الحرب، وما الذي حققه التحالف العربي في اليمن خلال هذا العام، وما الذي تبقى من تلك الأهداف، وماذا جناه اليمنيون خلاله. وقبل أن ننتقل إلى النقاش مع ضيوفنا، نبقى مع هذا التقرير نتابع. بعد عام على انطلاق عاصفة الحزم، يفضل البعض العودة إلى تساؤلات البداية. ما هي أهداف التدخل العربي في اليمن؟ وهل تحققت هذه الأهداف بعد عام من العمليات العسكرية؟ عند انطلاق العملية، كانت قيادة التحالف قد لخصت أهدافها بالعمل على استعادة الدولة اليمنية وإعادة السلطة الشرعية. لا يمكن الجزم أن هذا الهدف قد تحقق الآن، مع بقاء سلطة الانقلاب في العاصمة صنعاء وسلطة الشرعية في الخارج، واستمرار الميليشيا بالحرب على مختلف الجبهات. كما لن يكون من المنطقية التقليل من أهمية ما أنجزه التدخل العربي في اليمن على الصعيدين العسكري والسياسي. في المسار العسكري، كانت عمليات التحالف هي الرافعة الرئيسية لانتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، التي استعادت عددا من أهم المدن اليمنية على رأسها عدن وتعز ومأرب، وأصبحت الميليشيا محشورة في منطقة لا تتعدى مساحتها ربع اليمن. وإن كانت لا تزال قادرة على خوض الحرب في مناطق أبعد، كما يحدث على طول الخط الذي كان يمثل في السابق حدودا فاصلة بين شطري اليمن من تعز إلى البيضاء، مرورا بمناطق دمت وقعطبة. هذا التراجع والانهيار الذي حدث للآلة العسكرية للميليشيا مكن من الحديث عن حل سياسي للأزمة اليمنية، وهو ما يشير إليه التقدم المحرز خلال الأيام الماضية على صعيد الاتفاق على العودة إلى البحث عن حل سياسي يقوم على أساس إنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح الثقيل أو ما تبقى منه. ومثل هذا الأمر لم يكن واردا قبل هذا التدخل. لم تنتهي عمليات التحالف بعد، ولكن استمرار الحرب وتباطؤ العمليات العسكرية مع التكلفة الكبيرة التي دفعها اليمنيون خلال عام من الحرب، يجعل من التساؤل عن هدف التدخل العربي في اليمن تساؤلا مشروعا الآن أكثر من أي وقت مضى. نجدد الترحيب بكم، وينضم إلينا لمناقشة موضوع حلقتنا هذا المساء رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات والبحوث الدكتور نجيب غلاب. مساء الخير دكتور. يا مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور نجيب. الآن بعد عام من بدء عمليات التحالف في اليمن، إلى أي مدى نستطيع أن نقول أنه نجح التحالف في تحقيق أهدافه؟ اولا يعني انا اعتقد انه التحالف بمجرد ان بدات عاصفه الحزم، نعم، يعني تحققت الاهداف، وانما كانت عمليه اجراءات عسكريه وسياسيه حتى الوصول الى تحقيق الاهداف. اليوم في الجانب العسكري انا اعتقد انه تم تحقيق الهدف الاساسي لعاصفه الحزم فيما يخص إضعاف الحركة الحوثية وإيقاف تمددها وتحرير كثير من المدن، وأيضا إضعافها. واليوم الحركة الحوثية هي من ناحية واقعية وفعلية هي في حالة انهيار، ولم تعد إلا عصابات مشتتة وموزعة في أكثر من جغرافيا، وحتى هذا التوزيع وهذا التشتت أصبح يشكل بالنسبة لهم مشكلة كبيرة واستنزاف كبير. لذلك الحركة الحوثية
وصلت إلى حالة الاستسلام، وهناك أحاديث أنها قدمت لأكثر مما هو مطلوب منها. وأيضا الأهم من كل ذلك يعني مسألة أن فشل الانقلاب، وهذا يعني الانقلاب فشل بشكل كامل، وهذا أيضا من أهداف التحالف. اليوم الحل السياسي هي إجراءات ستتم. دكتور، هنالك من يرى أن أتى تتكلم عن فشل الانقلاب، وهنالك من يرى أنهم الآن هم من يسيطرون على مقاليد الحكم في صنعاء، وهنالك يجري مباحثات معهم على أنهم سلطة أمر واقع. ما لا أعتقد أنه الحوثية قدمت بشكل كامل ووافقت على مقررات مجلس الأمن. اليوم وقف إطلاق النار هو بهدف أساسي إعادة تسليم مؤسسات الدولة وبالذات المؤسسة العسكرية والأمنية وبيروقراطية الدولة والانسحاب من المدن. يعني هذه المسألة أصبحت محسومة، يعني المسألة الآن كيف يتم وضع آلية لتنفيذ مقررات مجلس الأمن. الحوثية موافقة على هذه المسألة، واليوم التهدئة في الحدود، والحوثية أصبحت مقتنعة أنه استمرار الحبس سيؤدي إلى استئصالها بشكل كامل. اليوم الحوثية تبحث عن من يحميها ويدافع عنها، لذلك هي تقدم اليوم تنازلات وراء تنازلات ومستعدة أن تقدم تنازلات كثيرة في المرحلة القادمة. هي تحاول أن تكون شريك في العملية السياسية وتحاول أن تحصل على نصيب كبير، لكن أنا أعتقد أنها تبالغ في طموحها كثيرا. يعني اليوم الحركة الحوثية لم يعد أمامها من خيار ألا أن تنفذ ما هو مطلوب منها لتنجز جزء بقايا قوتها. نعم دكتور نجيب، اسمح لي، أنت تحدثت عن التنازلات، ما هي هذه التنازلات؟ ربما هنالك بعض التنازلات خارجيا، ولكن داخليا هي ما زالت تحاصر بعض المدن وتقصف المدنيين وإلى ما لا ذلك. يعني الحركة الحوثية اليوم يعني هي يعني مسألة تثبيت وجودها على بعض المناطق التي ما زالت مسيطرة عليها، لكن هذا لن ينفعها وغير مجدي بالنسبة لها، لا اليوم ولا غدا. يعني مسألة الانسحاب من المدن مسألة أصبحت حتمية بالنسبة للميليشيات، ويعني وأصبحت غير مقبولة، وبالتالي أنا أعتقد أنه المسألة مسألة وقت وستنسحب من داخل العاصمة ومن المحافظات الأخرى. هذه هي الفرصة الأخيرة للحركة الحوثية. أنا أعتقد إذا لم تستفد من هذه الفرصة في المرحلة القادمة ستكون أشد وطاء عليها. نعم، إذا دكتور نجيب غلاب ابقى معنا، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. مرحبا بك سيد عبد الهادي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. يتحدث الدكتور نجيب غلاب أن بعد مرور عام من انطلاق عملية التحالف في اليمن أنها استطاعت إضعاف الميليشيا، وأنها وصلت إلى نتيجة أن الانسحاب من المدن أصبح أمر وشيك. ما رأيك؟ إلى الآن أعتقد أن تقييم عاصفة الحزم في تحقيق أهدافها مباشرة قد نكون منصفين إذا قلنا أن الأهداف ربما العسكرية تحققت بشكل كبير، لكن عمليا لا زالت هذه الجماعة تمتلك قوة، لا زالت تسيطر على قسم كبير من الموارد الأساسية للدولة، وإن كانت المساحة هي أقل من 25% ما تبقى مع هذه الجماعة، لكن الأهم أنها لا زالت تسيطر على العاصمة، لا زالت تسيطر على الكتلة السكانية الكبيرة، لا زالت تسيطر على قسم كبير من الموارد، وأيضا على المنافذ البحرية في منطقة البحر الأحمر إجمالا لا زالت بيدها إلى الآن. هناك عمل يجب أن يجري مرافقا للضربة الجوية، عملا على الأرض. هذا العمل على الأرض يقتضي تأمين المناطق المحررة، يقتضي أيضا تأمين مسألة المعيشة، تأمين رواتب الدولة، نقل جهاز الدولة الإداري من العاصمة باتجاه محافظة عدن، أي عمليا يجب أن تصل إلى مرحلة الاستسلام، وهذه إلى الآن لم تصل عمليا إليها. لا زالت هذه الجماعات لديها القدرة على الحشد وتمتلك مقدم من الأسلحة وتهدد الآخرين بحصار مدنيين وتحويلهم إلى دروعا بشرية في أغلب المناطق. هذه إشكالية كبيرة داخل هذه المنطقة،
أداء التحالف متقدم جدا، لكن الأداء على الأرض بالنسبة للحكومة والرئاسة أقل من المطلوب بكثير. نعم، ولكن أنتم في تعز، والكثير من المحللين ومن دائما يتحدثون معنا يشتكون من تقصير التحالف في تعز. سيد عبد الهادي، هل تسمعني؟ التحالف التحالف لم يقصر في مسألة الضربة الجوية، هناك تقصير من الحكومة في آلية بناء الجيش، في دعم المقاتلين على الأرض، في المسألة العسكرية فيما يخص الجيش الوطني. هذه المناطق المحررة على الدولة أن تتواجد داخلها بقوة، عليها أن تقدم نموذج، أن تفرض الأمن، أن تكون لديها استعدادات لتغطية ما الذي يترك خلف تحرير هذه المناطق. تحرير هذه المناطق لم يؤدي إلى استقرار كامل إلى الآن، هناك إشكالات في عدن، في لحج، أيضا إشكالات في أبيان. المسألة المركزية قد تكون مرتبطة بتعز بالنسبة للمحافظات الشمالية، جرى تحرير محافظتين بشكل كامل هما نارب والجوف، لكن لم تبصر المسألة للمحافظات الشمالية إجمالا. لا تزال عقدة المحافظات الشمالية مرهونة في القسم الغربي، تبدأ من محافظة تعز ثم الساحل، هناك ميناعين هامين بيد هذه الجماعات والساحل الغربي إجمالا. هذه العملية تقتضي تقديم دعم بشكل كبير للقوة المتحركة على الأرض من أجل انتزاع هذه المناطق وتخفيف الضغط على الحكومة ودخول المفاوضات بسقف أعلى وبنفس كبير، دخول مرحلة استسلام لا مفاوضات بين متصارعين. هل يعني هذا أنه لا توجد غرفة عمليات مشتركة بين التحالف والحكومة في تنسيق العمليات الميدانية؟ المسألة أن الحكومة لا تتحرك على الأرض بمعنى الحركة لقوات لماذا؟ سيطرتها على الأرض. هذه المسألة مرتبطة بالحكومة، هذا ما لا نستطيع وما لا نعرف إجراءاته بشكل منطقي وحقيقي. هناك ألوية، ثلاثة ألوية في التعز، وهناك محور قائم، لكن درجة التسليح هذه الجماعات تقاتل بسلاح خفيف ومتوسط. محتاجة المسألة تدخل عسكري قوي يفرض وجود على الأرض، يوقف حركة الآليات العسكرية. التغطية الجوية مكلفة كثيرا مقارنة بالتغطية على الأرض، في حين أن الطرف الآخر عسكريا لا يمتلك غطاء جوي. هذه مسألة ترتبط بأداء الحكومة، هناك اختلال في أداء الحكومة إجمالا. الحكومة لا تمتلك مكاتب فنية على الأرض، لم تستطع تحريك الجهاز الإداري للدولة وهو شيء مهم، لا تستطيع تقديم إعلام موحد ومنطقي يرافق المعركة ويرافق قوة التحالف في هذه العملية إجمالا. نعم، إذا سيد عبد الهادي ابقى معي واسمح لي لأن أعود للدكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، لعلك تابعت كلام الأستاذ عبد الهادي الذي تحدث عن ارتباك في أداء الحكومة وتقصير، برأيك ما السبب وكيف يمكن معالجة ذلك الأمر؟ إذا كانت لم تستطع الحكومة العمل حاليا، كيف ستستطيع بعد إيقاف الحرب؟ أنا أتفق معك كليا فيما يخص مسألة الأداء. الحكومة الشرعية أداء ضعيف، نعم، والواقع يعني لم يعد بحاجة إلى شرح ولا تفسير، يعني واضح أنهم لم يتمكنوا حتى من ضبط المدن المحررة، ولم يتمكنوا حتى من تجميع قوة المقاومة ولا من التواصل معهم، وبالتالي ولا حتى من ترتيب أوراق الجيش الوطني بطريقة صحيحة، إذا ما استثنينا حالة مارب، يعني حالة يعني تعتبر فيها حققت نجاحات يعني لا بأس بها، لكن للأمانة أداء الحكومة في كافة الجوانب بلا استثناء ضعيف وهش، وبالتالي هذا يعني قوة الحوثي وقوة الصالح ليس مش لأنهم أقوياء بالشكل اللي يتم يعني توصيفهم، هم أيضا يعانوا من ضعف وهشاشة وتلقوا الهزيمة، لكن ضعف الجانب الحكومي للأمانة هو من يجعلهم اليوم أقوياء ويجعلهم يعني يحاولوا أن يحققوا مكاسب كبيرة من خلال طاولة المفاوضات. لكن أنا من وجهة نظري أنه اليوم الهدف الأساسي هو استعادة المؤسسة العسكرية والأمنية واستعادة الدولة وخروج الميليشيات من المدن. هذا الهدف سيتحقق عبر طاولة المشاورات.
نعم. وبالتالي نحن بحاجة في المرحلة القادمة، هذه مسألة مهمة وفي غاية الأهمية، نعم، أن يتم توحيد إرادة المؤسسة العسكرية والأمنية من خلال سلطات الدولة، ويتم إنهاء اختطافها من قبل الحركة الحوثية ووصالح، بحيث تصبح هذه المؤسسة مؤسسة وطنية تشتغل للبلاد، هي من ستحمي اليوم وتثبت الأمن داخل اليمن، وبالتالي سيجتمع الجيش المختطف مع الجيش الوطني ليشكلوا كتلة وطنية تحت إطار الحكومة الشرعية. هذه المسألة في غاية الأهمية، أنا أعتقد هو هذا الطريق الوحيد الذي سيمكننا من إنهاء حالة العنف والاحتراب الداخلي. نعم دكتور نجيب، الآن العالم يراهن ويرحب بمبادرة لحل الأزمة سياسيا، ويراهن على الحل السياسي في اليمن، وأنت تتحدث عن ضعف حكومي وتتحدث عن قوة للميليشيا على الأرض، والواقع يقول أو يرى أن من تدير شؤون البلد حتى الآن، كيف يمكن القفز على هذا الواقع والمراهنة على النجاح لأي حل سياسي؟ خلينا نكون واضحين يعني في هذه المسألة، الحركة الحوثية لم تعد بهذه الدرجة من القوة كميليشيا، هي أصبحت ضعيفة. نعم. الجيش المختطف والأمن أيضا المختطف أصبح أيضا مشتت ومفكك، وكثير من الضباط والجنود في البيوت، يعني بمعنى أن المؤسسة هناك لم يعد تملك الحركة الحوثية أو أطراف الانقلاب سوى عن عصابات ومجموعة من الألوية الموالية لهم، وبالتالي هم ليسوا بهذه القوة. نعم. فكرة أن يرفضوا التسليم للحل السياسي، أنا أعتقد أنه سيتم تكثيف العملية العسكرية في الفترة القادمة بشكل أقوى، وبالذات أنه عندنا اليوم إعداد لعشرة ألوية في 10 ألوية فقط في مارب وفي ميدي، وربما تكون أكثر، وهناك ألوية اليوم تعد بشكل كامل في عدن وفي المحافظات الجنوبية، وهناك مقاومة متحفزة. التحالف اليوم هو يضع الحل السياسي لتخفيف الوطع على الشعب. الحوثية أنا أعتقد وصالح لديهم قناعة كاملة أن فكرة المواجهة لم تعد مجدية، وبالتالي ذهابهم للكويت وهي دولة من دول التحالف هذا مؤشر أساسي لفكرة الاستسلام. الأهم من ذلك، الحوثية اليوم صحيح مسيطرة على المؤسسات في صنعاء، لكن البركة المركزي ليس بيدها وليست هي من تسيطر عليه بسيطرة كاملة، هو يشتغل بطريقة مستقلة، وهذا حصل توافق بين الحكومة والتحالف والبنك الدولي وحتى الحوثيين، وبالتالي الحركة الحوثية إذا استمرت في عنادها سيؤدي هذا الأمر إلى انهيار الاقتصاد وانهيار الدولة وربما انهيار العملة اليمنية. هذه المسألة أيضا تخيف الحوثي وترعبهم بشكل كامل، لأنه بيروقراطية الدولة ويعني ومنتسبي الجيش والأمن، وأيضا سيتوسع الجو، لن يجدوا أمامهم غير الحركة الحوثية. الحركة الحوثية أنا أعتقد أنها استسلمت، وهي اليوم فقط تحاول أن تقامر داخليا، لكن الحركة الحوثية انتهت ومشروعها انتهى إلى غير رجعة. نعم. إذن دكتور نجيب غلب ابقى معي واسمح لي لأن أعود إلى ضيفي سيد عبد الهادي. سيد عبد الهادي، بعد عام من انطلاق عمليات التحالف، ما هي أهم الإضافات التي أضافتها تدخل التحالف العربي على المشهد اليمني، والتي يمكن أن تبقى مؤثرة على العملية السياسية في البلد في المستقبل؟ سيد عبد الهادي، ما زلت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد عبد الهادي، ونعود للدكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، اسمح لي أن أعيد لك نفس السؤال، يعني برأيك سيد نجيب، ما هي أهم الإضافات، ما إذا عدنا إلى الحديث عن مرور عام على التحالف في اليمن، ما هي الإضافة التي أضافها هذا التدخل على المشهد اليمني، والتي يمكن أن تبقى مؤثرة على العملية السياسية في البلد في المستقبل؟ أولا، حصلت متغيرات جذرية داخل اليمن. المسألة ما قبل العاصفة وما بعدها المسألة مختلفة بشكل كامل. لو لم يكن هناك عاصفة حزم كانت اليمن اليوم عبارة عن مزرعة خاصة يتحكم بها عبد الملك الحوثي من داخل صعدة. لولا العاصفة الحزم كانت اليوم الولاية السياسية والدينية تحكم اليمن. لولا عاصفة الحزم كانت اليوم اليمن كلها عبارة عن نفوذ إيراني كامل. وبالتالي أنا أعتقد أن عاصفة الحزم أنجزت أهداف كبيرة،
قطعت اليد الإيرانية وأفشلت مشروع الحوثي ومشروع انقلابه، أعادت للعملية السياسية قوتها. اليوم العملية السياسية لم الحوثي قبل الانقلاب وأثناء كان متحكم، هو كان هو المتحكم الوحيد بالعملية السياسية، هو من يفرض إرادته إلى درجة أنه يعني حتى حاصر بيت الرئيس وأخر يعني وأجبر على الاستقالة. اليوم الحوثي يبحث عن من ينقذه، وبالتالي اليوم أصبحت الأطراف اليمنية تمتلك الضعيفة التي تم تجريفها من خلال الانقلاب أصبحت اليوم قوية وموجودة وقادرة على أن تعبر عن نفسها، ولديها قرارات دولية ومخرجات الحوار التي أرادوا لها أن يتم إنهائها بشكل كامل اليوم موجودة وبقوة. وبالتالي اليوم الطرف الانقلابي هو الذي يأتي اليوم إلى دولة الكويت مستسلما وراغبا في الحل السلمي وموافقا على تطبيقه، وبالتالي العملية السياسية تم إعادة الاعتبار الكامل لها. نعم، إذن دكتور نجيب ابقى معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الكاتبة السياسية ميساء شجاع الدين. مرحبا بك سيدة ميساء، هل تسمعيني؟ نعم، أهلا بك. أيوة أهلا فيك. أهلا بك سيدة ميساء. قبل يومين أعلن الناطق باسم التحالف عن قرب انتهاء عمليات التحالف في اليمن وأنها أنجزت أهدافها، يا ترى إلى ماذا استند العسيري في تصريحه هذا، وكيف يمكن أن نفهم أنه يتم إعلان ذلك بمعزل عن الحكومة اليمنية وبدون حتى أن تعلق هي على ذلك؟ هو قرار وقف اطلاق النار او قرار شن الحرب، يعني الحكومه اليمنيه اصلا ليس لها يد يعني في الموضوع كله. في الاخير هذه حكومه ضربت بالطيران، ضرب رئيسها بالطيران في معاشيق في عدن، فبالتالي هي حكومه لا حول لها ولا قوه وهي في ضيافه الدوله السعوديه. المساله هنا انه في بعدين. هو وضحها المتحدث باسم الحوثيين في مره من المرات، قال انه في مفاوضات مع السعوديه وان الحرب الجويه يعني الضربات الجويه السعوديه في طريقها للتوقف، لكن هذا بمعزل عن الصراع الداخلي. نعم. يعني بمعنى انه حيكون في مسارين، الحوثيين مسار الاجراءات بناء الثقه مع السعوديه ماشيين فيه بشكل ممتاز وهم مستعدين للتفاوض مع السعوديه في مقابل وقف الضربات الجويه ويوصلوا معها لاكثر نقطه ممكنه. نعم. لكن على المستوى الداخلي هذا امر مختلف، هم لم يقوموا باي شكل باي اجراء من اجراءات بناء الثقه مع الاطراف الداخليه، قدموا للسعوديه كل الاسرى الذين لديهم بينما لم يقدموا اي اسير او سجين لديهم من ناحيه الطرف اليمني. هذا معناه ان المفاوضات ستاخذ مسارين، المسار السعودي الحوثي سيسير بشكل متسارع بينما المسار الداخلي سيأخذ وقت طويل. هل يعني هذا أن المواجهات اليمنية ستستمر على حساب التهدئة على الحدود؟ بالضبط، هذا أكيد، هذا أكيد. هو صحيح أن الحوثي في الأخير سيضطر أنه ينسحب من المدن، لكن عمليا هو قد جمد فيه آلاف من أنصاره داخل قوات الأمن والجيش، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية هو مسألة تسليم الأسلحة لن تستمر بسهولة، يعني في النهاية الحوثي وضع شرط أن تسليم الأسلحة لن يسلمها إلا لو الميليشيات الأخرى سلمتها، والميليشيات الأخرى ميليشيات غير منضبطة اللي هي في الجنوب وهي صارت تمتلك أسلحة ثقيلة، فبالتالي هذا مقابل هذا فبالتالي الدولة ضعيفة. نعم، دوليا بعد انطلاق عمليات التحالف يلاحظ تغيرا في الخطاب لدول التحالف حول الأهداف التي تم تحقيقها وكيف يمكن فهم طبيعة تلك الأهداف؟ هم كانوا في البداية سقف الأهداف مرتفع. نعم. اتكلموا على القضاء على الحوثي وأنهم حيدخلوا صنعاء وممكن يعملوا عمليات عسكرية في صادق، هذا الكلام كله كان في أول أسبوع من الحرب. نعم. لكن واضح أنه لم يكن هناك تنظيم للحرب من أول لحظة، لأنه الحرب من أول لحظة أول شيء السعودية طلبت قوات برية من حلفائها باكستان ومصر، رفضوا كلا الدولتين، هذا معناه أنهم أصلا لم يسألوا السعودية ومصر قبل بدء الحرب، فهذه نقطة. فواضح أنه ما كانش في تخطيط للعملية العسكرية، ما كانش في تنظيم جيد لها.
نعم. إذن وهذا انعكس على مسار العملية، أنها كانت العملية العسكرية مسارها السياسي والعسكري شديد التخبط، بشكل أنه قلل من فرص التحالف أنه يحقق أهدافه. نعم. إذا سيدة ميساء ابقي معي واسمحي لي لأن أعود للدكتور نجيب غلاب لأنقل له وجهة نظرك. دكتور نجيب، سيدة ميساء تتحدث عن أنه سيكون هنالك شيء على حساب شيء آخر، أن تأمين الحدود وفتح مسار مباشر بين الحوثيين والسعودية سيكون على حساب استمرار المواجهات اليمنية بالداخل. ما رأيك بعد أن كان هدف التحالف الأساسي في بعد أسبوع من انطلاقه هو القضاء على الحوثيين، الآن يتم التفاوض معهم على أنهم طرف معترف به؟ أولا التهدئة على الحدود هي جزء من إجراءات بناء الثقة. نعم. لكن أيضا الحوثي وصل إلى قناعة أن الصراع على الحدود لم يعد مجديا بالنسبة له، خسائره كانت كثيرة، وأيضا استمرار الصراع على الحدود يعني استمرار الحرب بشكل دائم ولن تتوقف. نعم. الشيء الأهم أنه صعد تلقي الضربات كثيرة جدا، وأيضا أنصار الحوثي بسبب الهجوم على الحدود، فهم فضلوا أنهم يهدئوا على الحدود، وهدنة ربما تكون دائمة، لكن في الداخل أيضا لم يقدموا هذه التنازلات. لكن نكون واقعيين، لماذا جاء التحالف العربي؟ لأن هناك من جرف العملية السياسية وأنهاها، وهو الحركة الحوثية. اليوم المسألة ما زالت قائمة، إذا لم يعود الجميع إلى العملية السياسية، أي طرف من الأطراف اليمنية سيتمرد على يعني العملية السياسية كما هو متوافق عليه إقليمياً ودولياً. دكتور نجيب، نعم دكتور نجيب أعذرني على المقاطعة، ولكن السعودية كانت تتعامل مع الحوثيين على أنهم ميليشيا متمردة، والآن تتعامل معها على أنها مكون سياسي، كيف يمكن لنا فهم هذا التحول وكيف لنا يمكن أن نثق؟ لا، التحالف رؤيتها واضحة وبشكل يعني لا لبس فيه. نعم. لا يمكن أن يقبلوا الحوثي ولديه سلاح وميليشيات، لن يكرروا تجربة حزب الله في لبنان مطلقا. نعم. هذه مسألة محسومة بالنسبة للتحالف وبالذات للمملكة العربية السعودية، وبتصريحات واضحة من عسيري أنه مسألة استمرار الحركة الحوثية كميليشيا هذه مسألة مستحيلة ولا يمكن قبولها، لكن استمرارهم كتكوين سياسي مثل بقية التكوينات السياسية الموجودة في اليمن، هذا يعني التحالف لا مشكلة لديه، وبالتالي المشكلة مع الحوثي هي مشكلة مع الشعب اليمني. الكهنوت السياسي الذي تحملها الأيديولوجية الحوثية هذه تتناقض جذريا مع جمهورية الشعب. أنا نعم. تصوري أنه اليوم المعركة مع الحركة الحوثية أو المستقبلية مع الحركة الحوثية هي مسؤولية الشعب اليمني وليست مسؤولية التحالف. مسؤولية التحالف اليوم هو استعادة الدولة، إنهاء سيطرة الميليشيات على الدولة، نزع سلاح ميليشيات الحوثي وفق مقررات مجلس الأمن. ما يهم اليوم هو قدرة الأطراف اليمنية على أن تجعل من هذا الحل السياسي مسارا يعني يلملم هذه التناقضات الموجودة التي أوصلتنا إلى هذا الوضع. نعم. إذا دكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات والبحوث، شكرا جزيلا لك. والآن نعود إلى سيدة ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء، ما الذي يعنيه التوجه نحو تفضيل المسار السياسي للحصول على حل الأزمة اليمنية بعد عام من الحرب؟ هو الذي حصل أن كلا الطرفين وصل لطريق مصير لم يعد بإمكانه أن يحدد عسكريا أكثر مما حدد، فبالتالي كلا الطرفين الآن عند استعداد يقدم التنازلات. المشكلة مش هذه، المشكلة السعودية الآن يعني خلاص ممكن تنسحب من هذا الحرب، في ضغط أمريكي وغربي عليها كبير جدا، لكن المشكلة هي في الوضع الداخلي، خصوصا أنه سنة كاملة لم تتشكل فيها قوة سياسية داخلية. نعم. كان في حركات مسلحة ظهرت ضد الحوثي، لكن لم يظهر لها أي ظهير سياسي أو غطاء سياسي. ما حدش يقدر يتكلم على الموجودين في فنادق الرياض، هذا اللي بيحصل في فنادق الرياض مهزلة سياسية، ما بيعملوش حاجة شيء مفيد عملوه للبلد، يعني حتى على مستوى قضايا بسيطة زي قضايا المغتربين أو أي شيء بسيط ما قدروش يتحركوا، فهم عاجزين عجز كلي. يعني
احنا بنتكلم على الناس اللي داخل، يعني على يعني في قيادات سياسيه وحزبيه بالداخل كان ممكن تتحرك، كان ممكن يصير شيء يعني يخلي في حراك داخلي سياسي يشكل ضغط على الحوثي. نعم. الان الحوثي هو القوه السياسيه، القوه العسكريه الاكبر داخل اليمن والاكثر تنظيما والاكثر تسليحا، وامامها مجموعه من القوى المشتته الممزقه. فبالتالي احنا الان بنواجه وضع شديد الصعوبه. أنت تقولين أن الحوثي هو ما زال القوة الأكبر على الأرض داخليا، إذا لم يحقق هذا يعني أن التحالف لم ينجح في تحقيق أهدافه. الآن الأمم المتحدة والدول الثمانية الحلم الحوثي أنه يحكم اليمن انتهى ثلاثة يعني. نعم. وهو كان عموما كان وهم، يعني من الأول هو كان وهم، ما كانش في مجال أن حركة بهذا الشكل تحكم اليمن في القرن 21، يعني ما كانش في مجال يعني. نعم، إذن سيدة ميساء دعينا نتحدث عن الموقف الأممي والدولي. الأمم المتحدة والدول الثمانية عشر الراعية للتسوية السياسية الآن تبدو متلهفة للحل السياسي للأزمة اليمنية رغم عدم وجود بوادر تلوح في الأفق لذلك. على ماذا تعول تلك الدول والأطراف؟ هو الحوثي يعني بالتأكيد الاعتراف فيه دوليا هذا اللي واضح أنه موعود فيه. نعم. شيء مهم بالنسبة له، هذا يعطي له شرعية مهمة للدول العالم يعني. نعم. خصوصا على وقع مسألة الإرهاب وداعش والحرب على داعش، وممكن يحاول إنه يوجد لنفسه دور داخل اليمن في هذا الإطار، خصوصا إن إحنا من غير دولة وفي تمدد لهذه التنظيمات في الجنوب. فبالتالي العالم يهم مصلحته وبيتصرف بشكل انتهازي قصير الأمد تجاه الدول هذه، يعني هو لا يعني ان اليمن تصدر الحوثي لمكافحه الارهاب سيؤدي الى تدعيم الارهاب او الى تكسيم البلد اكثر من هكذا، هذا امر لا يعني كثيرا، هو يهمه بس انه هو المصلحه الحانيه. نعم. فبالتالي في مشكله، في عده مشاكل احنا بنواجهها، اكبرها مشكله عدم وجود قوه سياسيه داخليه تواجه الحوثي ولو قوه منظمه. نعم، وصلت الفكره. أو منظمه يعني. نعم، إذا أستاذة ميساء شجاع الدين شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي أستاذ عبد الهادي العزعزي وأيضا الدكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات والبحوث والكاتبة السياسية ميساء شجاع الدين، وهي لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة، وهي لزميلي كمال حيدرة من الإعداد. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.